بروفيسور غسان، بتعرف البرلمان الفيدرالي صاروا كذا شهر مشغولين بقصة ازدواجية الجنسية. باعتبار انه المادة 44 من الدستور، رايت، اذا حدا بده يترشح على انتخابات البرلمان الفيدرالي لازم يتخلى عن الجنسية الثانية تبعته اذا وجدت. ومثل ما بتعرف المحكمة العليا يعني شالت العضوية عن كذا كذا عضو بالبرلمان. هلا باستراليا اللي انت بتعرف قديش هي يعني بلد هجرة، رايت، يعني الاحصاءات بتقول 49% من الاستراليين يا اما ولدوا خارج استراليا او احد والديهم ولد خارج استراليا. طيب بهيك مجتمع يعني هل هذه المادة 44 انه ملائمة، خاصة انه نحن بنعرف انه لا البرلمان الانجليزي ولا الكونغرس الامريكي ولا كندا ولا نيوزيلندا بيشترطوا شرط من هالنوع؟ تفضل. اول شيء بدك تفكر انه هالقانون موجود من اساسا مع الوايت اوستراليا بوليسي، صحيح، وبعتقد عندك نوع من الاسترالي البيض علقه بالفخ اللي كانوا على اساس حاطينه لغيره. مظبوط. هن كان فكرهم انه وقت اللي ما في ازدواجيه، فكرهم انه اذا انت جاي من محل من العالم الثالث ما بدنا اياك يكون عندك ولاء لبلد غير ابيض، ولاء لاستراليا. مش هالقانون هو مركز لا عالم من العالم الثالث. بس ليش علقوا بالفخ؟ منيح هو تفكر فيها، على اساس نسيوا انه عندهم ازدواجية، نسيوا انه عندهم ازدواجية. هلا كل هالعالم اللي عم على البرلمان بيقول لك ما انتبهت، انا ما انتبهت. بس اذا بدك تحلل علميا كيف واحد ما بينتبه انه عنده، مثلا فكر انه حدا اسايلم سيك، طالب لجوء، طالب لجوء اجا وقال ما انتبهت، كان عندي انا جنسيه ما انتبهت. اكيد انت كنت انتبهت كثير لو كنت انا لجوء. يعني نوع من ال ما بعرف شو بقول بالعربي، اندلجنس، يعني الراحة فوق الزوم. أيوة. تفكر انه تنسى انه عندك جنسية تانية، ولا ما تنتبه انه عندك جنسية تانية. بقى هيدي من ناحية اولية لازم نعرف انه هيدا عم بيصير، مشان هيك هالمشكلة عم بيصير، لانه العالم من اصل اوروبي ما انتبهوا ونسيوا انه عندهم جنسية تانية. بس هيدا ما بيمنعنا ان نقول انه هالقانون ما له طعمة بالنسبة لبلد مثل استراليا. صحيح. على اساس اكزاكتلي لانه مثل ما قلت نحن بلد اغلبية العالم فيه فيها تكون عندها جنسيتين وثلاثة كمان، وليش لا؟ يعني الشغلة الوحيدة اللي بتخلي العالم تقول انه ما لازم يكون عندك جنسيتين ولا ثلاثة هي قصة الولاء، انه ينخاف من انه يكون عندك ولاء لدولة التزام غير دولتك. بس بالعالم معولم، صحيح، عالم عنده ولاء لشركات أجنبية
أكتر المهم اليوم أكبر مشكل مش الولاء لدولة ولا لغير، أكبر مشكلة أنه كم واحد ولاءه للشركات مش للبلد. هيدي الجنسية ما بتعمل لك شيء، وقصة الولاء كله ما له طعمة بالنسبة لبلد وغير بلد، ما بتحل شيء من ناحية الولاء. بعتبر أنه لازم المادة 44 تنحل. يعني هلا انت ولائك لمين؟ الله اعلم. كيف يعني لمين؟ يعني ما عندي ولاء اول شيء انا لدول. ما عندك ولاء لدول؟ ما عندي ولاء لدول، عندي ولاء ل قيم. لقيم فاليوز. لقيم ايه، ونضالي كله ما من اجل دوله ولا غير دوله. وهيك من هالناحية عندي شيء على القليل شيء 15 ولاء. قد ما في نضالات ولاء لهالنضالات. لو كل ولاء لنضال بيعطيك جنسية كان عندي شيء 15 جنسية.